للمزيد من المتابعة من داخل مقر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، تنضم إلينا مراسلة دي أم سي شرماندا دسوقي. إليك شرماندا والمزيد من المتابعة. نعم، تحياتي المشاهدي دي ام سي الكرام من مدينة شرم الشيخ. أتابع مع حضراتكم انطلاق مؤتمر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في يومه الأول، والذي من المقرر عقده خلال الفترة 22 إلى 26 مايو تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة شرم الشيخ هذا المؤتمر، ومن المقرر أن يشارك نحو حوالي 4000 مشارك من وزراء المالية وممثلي ومحافظي بنوك المركزية من 81 دولة. هذا العام وهذه الاجتماعات بتعتبر تحت عنوان تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا. تعتبر استضافة الدولة المصرية لهذه النوعية من الاجتماعات بتعكس حرص وتعزيز الدولة والقيادة السياسية لتموين وتعاون عدد كبير من الجهات السياسية والمعنية بهذا الشكل، والتعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة مجالات الحياة وخاصة من الناحية الاقتصادية. أما عن أجندة اليوم، فبيعتبر اليوم بينضم عدد كبير من حوالي 16 جلسة وورش عمل وجلسات مغلقة استعدادا وتحضيرا للجلسة الجلسة الافتتاحية غدا والتي سوف تنطلق في 10 صباحا. مستمرين مع حضراتكم في المتابعة خلال انعقاد الجلسات وخلال مدار انعقاد المؤتمر حتى 26 مايو في جلسة الختام على شاشة دي ام سي، ونوفيكم بكل ما هو جديد. عودة مرة أخرى إلى الاستوديو.